بس بالزبط. انت كمان بتتكلم عن الحته دي من ناحيه استثماريه، ان هو الصين بتركز عليها علشان استثماريا هو يستفيد، ولكن ده يبدو ان هو في طباع بشريه او حاجه خواص كده ربانيه هي موجوده فيهم مخليهم متميزين من الاول اساسا. فهل في حاجه معينه يعني مثلا المصريين مميزين في السكواش خلاص ماشي، واحنا لا بنبصين الموضوع استثماريا ولا حاجه، الصين مميزين في التنس الطاوله، الامريكان مميزين في السله، فايه اشمعنى التنس الطاوله تحديدا برضو اللي هم من الاول هم مميزين فيها؟ برضو صح، انت معاك حق، يمكن حتى قبل الموضوع ما يبقى مصدر الدخل القومي هو برضو داخل في الثقافه. يعني انت في الصين لو رحت في اي جنينه، لو رحت في اي بارك، لو رحت في اي مدرسه، لو رحت اي حاجه، بتلاقي معدل انتشار طاولات تنس الطاوله للعامه اكبر بكتير من اي حته تانية. يمكن في اوروبا زاد الموضوع شويه في الفتره الاخيره، وبدات يحصل مبادرات من المدن ان يبقى المدينه كلها بتلعب العاب غير الكوره. يعني انت عارف المانيا عندهم هوس بالكوره، ولكن دلوقتي ممكن تلاقي عندهم بروجكت مثلا تيبل تنس 2024، وعندهم بقى حاجات بيعملوها فظيعه. يعني مثلا تروح تلعب على طاوله تلاقي كده كيو ار كود يقول لك سكان مي، تروح جاي عامله بالموبايل يقول لك لو عايز تتفرج على الماتش الفلاني يروح كذا، يديك معلومات، لو عايز تعمل ريجستريشن في نادي تروح، يديك تيكت فور فري. يعني حاجات فيري مودرن وما هياش مكلفه، هي اتعملت هنا في مصر هتنجح نجاح باهر، بس هي محتاجه حد فعلا يتبنى الفكره دي. الصين متبنيه بقى من زمان ان هي عندها الحاجات البدائيه، الطاولات، المضارب البدائيه، الكور العاديه خالص انت ممكن تلعب فيها في الشارع، وبقت خلاص جزء من الثقافه. عشان كده هم عندهم مليون لاعب مقيد في الاتحاد الصيني لتنس الطاوله. مليون لاعب مقيد في الاتحاد الصيني لتنس الطاوله. طيب قبل ما اسالك، احنا عندنا كام بقى في مصر؟ مش عايز اقول لك عشان يكسب. لا بس عايز اقول لك ان احنا في التسعينات كان ترابيزات تنس الطاوله موجوده في كل شارع، ومع ذلك برضو ما وصلناش ولا قربنا حتى من مرحله الصين او مرحله التميز عالميا. فايه الفرق؟ بص انا ما عايشش الفتره دي، فانا يعني انا ما اعرفش ساعتها هل في التسعينات كان في اللي بيحصل في الصين ان انت بتبدا في الشارع وبعد كده بتروح بيبقى عندك في المدرسه او في النادي بتاعك حاجه انت بتعملها بشكل يومي، روتين يومي، تمرين يومي، بيبقى المدرب بتاعك برضو هو عارف هو بيمرنك ازاي وعنده من العلم ما يكفي ان هو يخليك يحطك على اول الطريق، بعد كده تختار. متهيألي هنا في مصر ممكن الموضوع يكون بيقف شويه عند الشارع، انا حتى لو هلعب في الشارع هفضل كل يوم العب في الشارع، مش هروح للجزء الثاني اللي هو اروح لنادي او اروح لحاجه اكبر. عندنا كام لاعب بيلعب تنس طاوله في مصر؟ اعتقد يبقى حوالي 2000، اعتقد هو ده المقيد في الاتحاد، ولكن ده على مستوى الهوايه. 2000 يعني هو بيلعب بجانب دراسه او بيلعب بجانب شغل، ده اللي هم موجودين في شارع في الصين مثلا. وكمان الصين يزيد عندنا بقى في حاجه، هي بيزيد عننا وعن العالم كله في حاجه كمان، المحترفين. يعني انت كنت بتعمل ده بس فقط في حياتك، يعني ولا بتعمل جنبه دراسه ولا شغل، وده بيديك برضه الافضليه ان انت تبقى عدد ساعات التمرين كتير جدا، تفرغ بالظبط، وبالتالي هيبقى عندك تميز اكبر.